تقول: اعتمرت لوالدي المتوفى، وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعري، ثم قمت مباشرة بالطواف لأختي، أي أخذت لها سبع، وأختي مقيمة في الرياض ويمنعها زوجها من العمرة، ولا أعلم هل يستمر في منعها أم لا، بحجة أنه لا يحب السفر. وبعد الانتهاء من الطواف لأختي قمت بالتقصير من شعري مرة واحدة فقط عن العمرة لوالدي. وأسأل فضيلة الشيخ حكم الطواف لأختي في هذه الحالة، والفقرة الأخرى: هل أقصر من شعري بعد السبع؟ نعم، الطواف لأختك صحيح، وكونك قصرت بعد هذا الطواف عن العمرة صحيح أيضا. وأما كون زوج أختك يمنعها من العمرة فهذا أمر نعود إليه، هو أعلم بشأن زوجته، قد يرى من المصلحة أن يمنعها فيمنعها، فله الحق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحلل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا الحديث أو معناه، فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأنه إذا صامت تمنعه من كمال ما يريد منها، وإن فعل ما يريد صار في قلبه حرج وقلق. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم الذي يكون به منع الزوج مما يريد، فما ذلك السفر، فإن منعه زوجته من السفر حق له ولا لوم عليه في ذلك. لكن ينبغي للزوج أن يراعي الأحوال، فإذا قدر أن هذه المرأة لم تعتمر من قبل وصار أهلها يريدون العمرة وهو لا يشق عليه فراقها، فليأذن لها في العمرة لتؤدي واجب العمرة، وحبذا لو اصطحبها أيضا، فإن هذا يكون فيه إلفة بين الأصحاب بعضهم مع بعض، ويكون فيه خير كثير إن شاء الله. بارك الله فيكم.